صديق الشيخ. اللهم صل. يا سلام يا سلام. نبه تفضل. بس في تعليق بسيط على الايتام وعلى ما يتعلق بالايتام. جميل. اول شيء بالنسبه للجمعيه، طبعا الان الحمد لله متيسر اليه التبرع لها، الان في الفتره الاخيره اصبحت سهله جدا من جوالك. جميل. نعم. قد تحتفظ بالرقم عندك، قد ترسلها ايضا للناس الاخرين، فهذه ايضا سهله جدا وميسره. اول تعرف ممكن يروح يبحث عن المكتب حقها، ممكن يروح للبنك، الان نعم بثواني. نعم. من جوالك تستطيع انك مثلا تتبرع لها او لها غيرها من الجمعيات. صحيح. ولكن هناك ايتام خارج الدور او خارج الجمعيات، ولكن احيانا منسيين من قبل اقاربهم. صحيح. وهذه نقطه جدا يعني للاسف. هناك ايتام موجودين الان، اعمامهم موجودين، اخوالهم موجودين، ومع ذلك للاسف منسيين. صدق. اصبح هؤلاء الايتام كانهم خلاص مات ابوهم، اصبح من يعني ربما يبحث عن الاجر ممكن والله يتصل ويسال، ولكن ان يتابعهم، ان يبحث عن احتياجاتهم، ان يقوم مثلا عليهم، هذه نقطه جدا مهمه. لابد ان كل انسان يتحمل مسؤوليته امام الله سبحانه وتعالى، الاعمام، الاخوال، الاقارب، الاخوان احيانا للاسف الكبار، فهذه نقطه مهمه. نقطه اخطر منها وهي مساله الايتام الذي لم يقسم ميراثهم حتى الان. الآن هناك أحيانا أب يتوفى ويكون هناك أبناء كبار وهناك أيتام صغار ما عندهم عيشة، ما عندهم أحيانا شيء، ومع ذلك يكون هناك بعض الخلافات تتأخر. الكبير مستغني براتبه، الكبير مستغني براتبه بوظيفته، قد يكون عنده دخل آخر أو غيره، وهذول مساكين، هؤلاء أصبحوا الآن يعني فعلا ضحايا. نعم. وللأسف موجود الآن بعضهم الآن 6 سنوات. نعم. 7 سنوات لم تقسم الميراث، بعضهم يستحي، بعض البنيات يستحون يستحون بعضهم. أنا يجينا مثلا في الاستشارات أحيانا ويتواصل مع الأشخاص قل لي 7 سنوات الآن ما قسم ميراثنا، طيب كيف معيشتكم؟ في ظنك حقيقة. الله. إن ذهبوا مثلا للجمعية الخيرية وجدوا أن عندهم مثلا والله أصول موجودة ولكن لم تقسم حتى الآن. الله المستعان. والأقارب للأسف يعني ربما يكونون يماطلون في أشياء، فهذه أمانة وهذه يعني حقيقة، حالات إنسانية يجب فعلا على الإخوان الكبار أن يراعوا الله سبحانه وتعالى في ذلك. والله أعرف حالات الآن موجودين أشخاص استغنوا بوظائفهم بممتلكاتهم، ولهم إخوة أشقاء ولم أخوة غير أشقاء في حالة صعبة جدا وأملاكهم موجودة، ولكن خلافات بسيطة يحاولون مثلا والله يعني ينتظرون. الآن بعض الأسر 6 سنوات 7 سنوات، بعضهم أكثر من هذا. نعم. فهذه صراحة حقيقة من هذا المنبر وهذه القناة المباركة أرسل رسالة لهؤلاء الأشخاص أن يخافوا الله سبحانه وتعالى. بيض الله وجهك. يتفقدون أقاربهم، إخوانهم، أخواتهم، أحيانا تكون عندهم مثلا إخوة صغار وأخوات وربما ما ودنا نشتكي، ما ودنا والله مسألة كذا، الناس بيتكلمون عننا وهم في حالة صعبة جدا. صح صح. فنقول لابد أن ننتبه لهذه الجزئية، أن يكون هناك شخص عاقل وصادق وأمين في مسألة أن يبحث فعلا عن مستحقات هؤلاء الأيتام الذين حرموا منها في أمس الحاجة لها وأملاكهم موجودة. أيضا الوقوف مع الأقارب الذين يكونوا مثلا والله فعلا قد يكون عقلاء الأقارب، عقلاء الإخوة، يجب أن يكونوا فعلا حريصين على إنهاء هذه المستحقات ويكونوا عونا لهم على هذا المجال. جزاك الله خير أخوي فهد. يعني فعلا هذا جانب ضروري ومهم يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم لما